ما شاء الله عليك يا خميس، زي النسمة داخل. لا صوت ولا حس، وش ذا الأدب؟ وش ذا السكينة اللي نزلت عليك فجأة؟ خميس، سلامات. وش فيك؟ أمي طرفك بين الموت والحياة، طنبك طنبك، ممكن تموت في أي وقت، ممكن تموت بعد ساعة، بعد أسبوع، بعد سنة، بعد سنتين، الله أعلم، الله يرحمك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمي تعبانة طرفك، يبغون لا تبرع بالدم طال عمرك، وعندها جلطة في القلب وجلطة في الرئة، وعندها البنكرياس متوقف لها سنتين ومن مثلا لنا متوقف. يا يما خميس لا تبكي ولا أخوك أمي لا تبكي. أدري يا خميس، ما تشوف شر يا سعد الدين. خميس أنا أدري، لكن مهما كان إلا أن هذا قضاء الله وقدره، وأنا أخوك ما بيدك شيء، خلك رجال، خلك قوي، لا تبكي. بس قل لي وأنا أخوك، تامرني بشيء؟ قل لي أسوي لك شيء؟ أبي إجازة أروح البحرين. بحرين؟ وليش البحرين؟ يقولون طال عمرك في طبيب إيراني عنده طب عراقي طال عمرك، ومتخصص في الجلطات والبنكرياس والشغلات هذه، وطبيب غير عادي. عاد اتفقنا نروح ناخذ سويت هناك ونطقطق طال عمرك ونعيش حياتنا ونشوف التحاليل بالصور. حد في البحرين؟ اي في البحرين، وابي اجازه طال عمرك يوم واحد، لان اقرب شيء الى الفله. الله يرحمك. خلاص خذ اسبوع علشان خاطر عيون الوالده، ما يخالف. لا طال عمرك، يوم واحد عساس القطه ما تكفي، عساس تعرف يعني قصدي قطه العلاج، احنا متقاطين في الحاره عشان نعالج امي، نشوف الدكتور نرقص معه ونفله طال عمرك ونستانس طال عمرك ونرتاح. وشلون ترقص معه؟ نرقص معه بشفاء الوالده الله يطول عمرها، اذا كشف عليها واعطى العلاج وطابت. يا رب تطيب امي، يا رب تطيب امي. زين ما يخالف، راح الله يوفقنا وياك ويشفي الوالدة، توكل على الله. الله يجزاك خير والله يرحمك يا يما. إلى البحرين.